أشار تقرير صادر عن منظمة الإصلاح المالي العالمية إلى أن فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم تثبت تورط النظام المصرفي العالمي في إخفاء الأموال عن طريق شركات وهمية لنقل أموال الرشاوة. واشتملت لائحة الاتهام على أسماء 26 بنكا عالميا، من بينها مؤسسات مالية أمريكية كبرى أمثال سيتي جروب وشيب مورغان، جنبا إلى جنب مع بنوك بريطانية رائدة مثل باركليز. وتابعت المنظمة أن قيمة الرشاوة التي حصلت عليها الفيفا والتي تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليون دولار قد تدفقت عبر النظام المالي الأمريكي، مما يؤكد ضرورة إدخال إصلاحات هيكلية وقوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالشفافية. المحققون الأمريكيون لا يزالون في مرحلة تحديد هوية البنوك التي خرقت القانون الأمريكي، بينما يشير خبراء إلى أن المعاملات قد جرت على نحو يضمن تجنب اكتشافها من السلطات الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال. وكانت مجموعة من البنوك البريطانية قد شرعت أخيرا في إطلاق مراجعات داخلية لمعاملات ذات صلة بمدفوعات الفساد المزعومة التي تورط فيها مسؤولون في الفيفا، ممن حدد المحققون الأمريكيون أسماءهم في أعقاب الفضيحة. البنوك المتورطة هي ستاندرد تشارتر، باركليز، HSBC. بدأت بالفعل عمليات تدقيق داخلية في التفاصيل المتعلقة بمدفوعات تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، بعدما وردت أسماءهم في لائحة الاتهامات التي قدمها محققون أمريكيون. وشملت المعاملات المشتبه فيها مدفوعات بقيمة 500 ألف دولار كان قد تم إرسالها من بنك تابع لشركة تسويق رياضي في نيويورك ليتم وضعها في حساب شركة تعمل في مجال تصنيع اليخوت الفارهة مملوكة لمصرف HSBC في لندن. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت تقارير إعلامية أن السبب الرئيسي لاستقالة بلاتر هو خطاب سري تم تسريبه للإعلام يؤكد ضلوع الفرنسي جيرام فالكا سكرتير عام الفيفا والرجل الثاني خلف بلاتر في مسألة دفع مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لمسؤولين في اتحاد كرة القدم لقارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وهو اتحاد الكونكاكاف، ثمنا لاكتساب أصوات من أجل تنظيم جنوب إفريقيا لمونديال 2010.